بالنسبة للسلطان يبغى حتى الناس ينبذونه عشان يطلع بارز عند المجتمع ويشتهر بالشيء هذا، صح ولا لا؟ من هو؟ كلنا شخصيا ينبذونه ويعطيك العلوم الطيب كلها والمراجل كلها بدون اي رسميات. يا الربع قولوا لا بيجاوب كل منا يتمنى انه يظهر بشخصية غير، صح ولا لا؟ يعني انت يا محمد ودك اني اسبك عشان تطلع، صح ولا لا؟ يعني انت يعني تكلمت على سلطان عشان يطلع؟ لا انا ما تكلمت عليه، انا والله كنت ابغى طقطق اضحك مع الشباب، دريت انها نكته نضحك. يعني هل انت تشوفه من ناحيه طقطقه بس؟ نعم. شوف سلطان ما يدور الامور ذي، سلطان يطول عمره تقول انت يطول عمره، يعجبني الطيب لانه اطيب مني، يعجبني الطيب لانه اطيب مني، ولا الردي يطول عمر يشوفني لاني يوجع طيبي لاني اطيب منه. اسال فسر. اذا انت اغلب الاوقات ليه انت تقول اصبر اخذني عشان يجي تصميم حلو؟ هل هدفك من دخول البرنامج دوره التصاميم او انك تثبت نفسك؟ والله شوف انت داخل البرنامج هنا وش اللي بيطلعك يا سلطان؟ طلع لي مرجلتي وعلومي الطيبه يا طويل العمر مزارقه والله اللي بين الرياج مني للباب. خلاص شو المرجلة ما بتوديك، ما بيطلعك في البرنامج هذا الا التصاميم. يا سلام. تفضل فايز. زاد تفضل، ايش تبغى نقول؟ ما ادري كلام من قلته و... انت كنت تبغى تشارك بس احنا شفنا المقطع، تفضل اكمل مشاركتك. والله تقول عمر السلامة المقطع مشكلتي فيه الصراحة الزايدة، وانا ما اشوف انها مشكلة، انا كنت صريح بمعنى الكلمة. إذا الصدق ما يعجبكم كذا مو بالصدق، هو مو خلافنا على الصدق ولا الصدق، احنا خلافنا المقطع اعطينا رأي انه قارنت المرجلة بالتصاميم. فهمت متى قارنت المرجلة بالتصاميم؟ أو يعني حطيت انه المرجلة ما بتوديك الباب، ما بيطلعك الا التصاميم، هذه الفكرة، هذه المقارنة. هذا من باب الوصف الزايد، صيغ المبالغة. ايه نعم المبالغة. يعني انت بالغت، مو كلام صدق، هذه مبالغة. لا كلام صدق وفيها مبالغة، يعني مو كلام صدق ما تجتمع، يا مبالغة يا صدق. في اللغة العربية في يقول لك باب مبالغ صدق وفيه مبالغة، باب صيغ المبالغة، باب صيغ في اللغة العربية كاملة، فيا انت تبالغ يا صدق، واحد من الثنتين ما في ما يجتمعون مع بعض. طيب يا هي مبالغة يا صدق بس. لا لا صدق اخر كلامي مبالغ. وش رايك في كلامي؟ طيب انت علق عليه اخر كلام صدق كلامي، ان المراجع في برامج واقع لن تؤدي بك الى دين. نعم سم اسم الله عدوك يا اخوي فايز، ما جاء هنا الا هو رجال، لو مو هو رجال ما جاء هنا، ولا كان ظهر وجهه بين رجال، لكن ليه 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 ليه. طيب هذا تصعيد يا ابن الحلال. استاذ عبد الله، استاذ عبد الله لو سمحت دقيقه. الله يرضى عليك. وقف يا ابن الحلال، صلى على النبي. بس هو ما توفق يا ابن الحلال، فين انت ساري؟ انت داري انه رجال ولد شدود ولد قالوا كله رجال وعيال رجال رجال. احنا نتكلم عن وجهه النظر ولا مراجل الرجال في روسها ما احنا نقيمها، فلذلك تجاوز انه هو رجال وجاي رجال جاي رجال بيجيني ايش؟ خلني اكمل استاذ فهد، كلمني وجهه النظر. ما سمعت كلامي كامل. ايه اذنك معك تسمح لي اكمل؟ تفضل. ايه تفضل. الله يزيد فضلك. فهو مع الشد والكلام وذا ما توفق في الكلمه اخوي فايز، وشيء لا زاد عن حده ينقلب ضده في كل شيء. مثل؟ في كل حاجه، في كل حاجه. إيه ما فهمت. تقول لي مثل ولا مو في كل حاجه، شيء لا زاد عن حده ينقلب ضده. شكرا استاذ. عفوا استاذ ابراهيم. اول حاجه المقطع بدايته كان اسئله يوجهون الفايز، تمام، وجاوب، فالرجل الأخ الفاضل ذكر أن المرجلة ما توديك ديرة، يحتمل فيها أمرين. الأمر الأول بمانع ونعم فيه، وسلطان ونعم فيه. الأمر الأول أن فايز مقصده على موضوع أنه عنده مادة أو عنده ريالتي أو عنده شيء بيقدمه، ما ربط علاقة المرجلة في موضوع الشاشة ولا يا فايز تلعبها والجفلسه يا ابن الحلال. الكلام واضح، جمله واضحه يا رجال، الكلام واضح. المرجله ما توديك الباب، ما انا بجي بس نقطه بس. ما يحتاج المهنه ما بين فاصل، هي مش قاعده فقهيه او مساله رياضيه. طيب. حتى تحتمل عده او هي وجه واحد، يعني بمعنى انك اذا جلست تشادنها بالمرجله لن تذهب مكان، اعمل على التصاميم وجنب عن المرجله وبدا بالريح. واضح وطيب، واضح ما يحتاج وجهين وربط يا ابراهيم. طيب اوكي، أبعطيك المحتمل الثاني. ما في احتمالين، لا في احتمال ثاني.
في احتمال ثاني ممكن هو في رأي فايز إن سلطان أسقط عليه أو أخطأ عليه وفايز كذلك أخطأ عليه وأسقط عليه فالآن فايز أخطأ فايز ما أخطأ على سلطان فأعطيها فرضية غلط مو فالآن تبغى تقحم سلطان اقحام لا 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 مو كذا لا لا حلال كلام لا أنا الرجال صار ركب الرجال قال لك يا سلطان الرجال هو قال يا سلطان ترى مراجلك ما بتوديك دير ولا قال المرجلة ما بتوديك كلام عام ليه تقحم سلطان لماذا يا إبراهيم عواد تهوى إقحام سلطان لا والله تقحم سلطان لا شوف البرنامج ما بقى الا يومين مو منطقي اصلا لو مش بقى يومين ولا بقى ساعتين ولا بقى دقيقتين شوف شوف كلام واضح ابراهيم يا فهد انت تحاول اقحام الرجل لا 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 مو اقحام ابراهيم ابدا مو اقحام اجل لو في اقحام كان ذكرته وعلقت عليه ولكن انا انت اقحمت اسمعني انا ما اقحمت تقول فايز انا قاعد اتكلم على موضوع فايز في موضوع يوم قال مراجل يا اخوان ممكن طلب ما توصلك الباب ممكن طلب بس تفضل خلينا نمضي هذه الساعه المحترمة الجميلة بهدوء بدون ما ندق في سلطان تقول عندي مداخلة عندي مداخلة بدون ما ندق سلطان تقول بك من اللي من اللي من اللي وش قلت؟ أنت تقول إنه الآن الرجل طيب أنا قاعد أتكلم على يعني ما أدري ليش نعيد الأسطوانة طيب ما ذكر اسم عندي مداخلة يا فهد طيب أنا قلت لك أنت الوحيد اللي لك حق تعلق التعليق كامل أبعطيك وقتك عندي مداخلة هذا الحين على الشباب اللي نقطة نظام نعم نقطة نظام بالنسبة للشباب اللي تدخلوا هذا الحين في كلامي أنا فلا طلبت حد منهم يتدخل وحنا في رأينا اللي وقف ما حد مرسل لي ولا اسمح لي رجالي يتدخل في المحور هذا شكرا لك رايك سديد شكرا الله يجزاك خير الله يعطيك العافيه احنا تكلم بدايه الحلقه ممكن ان جيت في نصفها تمام جاء فهد المحور هذا المحور هذا اسمع اسمع يا فايز انت في في, في مجلس وتعلم ما تنعلم وجهه النظر تقبل سواء ايجابيه ولا سلبيه من اي رجل الله يطول عمرك انت تمام. ما هي بلا ايجابيه ولا هي بسلبيه انت عفج انا ماني مجزوم اني اقول هذا ولا عفج مو طبيعي معي فبدايه الحلقه ذكر ذكر الاستاذ فهد ان اليوم المتسابقين اليوم نبي نشاركهم في موضوع الحلقه ذكرت ولا لا الا ذكرت انت جيت في نصف الحلقه لذلك انت تقول ما سمحت ان احد يتكلم انا ما تكلمت بسانك معي الله يطول عمرك فهد باقي عندك المحور كمل طيب ايش باقي تبغى معايا فايز انا قاعد اتكلم انت ها هل تدير الحلقه طيب انا قاعد اتكلم انا الان رجل يتكلم خلاص كلام اشوف ان الكلام هذا ما له داعي طيب انا ما ذكرتك لا بخير ولا بشر ولا لا تقول فايز اقحم سلطان متى اخطات على سلطان انا ما قلت اقحم سلطان لا انت تبغى تدخل سلطان في مشكله ما دخلت سلطان يا رجل انت ما دخلت لا تعرض الرجال يا ادم انت الان نقطه الحوار كان اللي يدير الحوار فهد معايا فهد انت اللي تدير الجلسه تمام لا لا احنا في مجلس لا يديرها احد احنا بس ننظم الحوار الله وسعود ما كان يقول انا اللي يدير الحوار ابو عبد الله اسلوبه هنا طيب مجلس انا بقول لك دقيقه عشان وافضل مني ابو عبد الله واطيب مني في علومها الغامه كلها احنا لو جلسنا في الرادار احنا لو جلسنا في فقره الرادار طيب مكاننا الطبيعي كن في شروم بيكون الوضع جدا عام وبنكون مسيطرين على الوضع الان كن في شروم يعني سلكت اول فهمت الجميع اللي يبغى يتكلم يتكلم شفت عادي انا ابديت بس الاخ فايز ممكن ما تقبل وجهه بيزين. النظر ولا ابي احد يدخل من المتسابقين فهذا وجهه نظره سياخذها بعين الاعتبار سواء كلامي خطا ولا سل صحيح هذه وجهه تبغى تدافع عنك ما تدير الحوار انت لا 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 الحوار يعني لا انا ما تدير الحوار انا ادري اني معرض يجي بتسمع منه وبترد عليه ومسال لا اسمع يا ابراهيم عواد الله يرحم والديك ما اسمح لك تتدخل في المحور هذا ولا تتدخل في موضوعي بتاتا هو اللي سال هو اللي سال يا اخي الرجل سال مو بقى خلاص خلاص هو ذا الحين يقول انا ما ادير الحوار انا اللي بديره في ذا المجلس اسمعني لا وقف يا فايز حبيبي فايز ما عاد ما عاد فايز انت احنا في مجلس نسولف ما حد يدير احد انا قلتها احد لا اكيد كل مجلس هذه فقره نظاميه كل رجال فيها اي مجلس يحترم اي مجلس محترم سواء على الهواء ولا تحت الهواء لا فحرض يجي مجلسكم انت ظني ما فيها احترام لكن مجالسكم ما ظنيت فيها احترام لكن في الفقره مجلس مجلس اسمعني مجلس اسمعني مجلس اسمعني مجلس اسمعني مجالس الرادار بسيط ايه لكن اسمعني فيها اداره حوار ولا بندير احنا انت ما تقدر تدافع عن نفسك عشان تدريجي انت ما عرفت تدافع عن نفسك كلام ابراهيم العواد الرجال لزك على الخازن يا استاذي انا ما لزني ولا نزل لنفسه صدق ما لزني ولا نزل له ولا بالله في رديت عليه الرجال لا ما اسمح لي يدخل يسمع يا ابراهيم عواد علي يا ابراهيم عواد علي يا ابراهيم ابراهيم
صل عني. خلني أكمل. طيب. لو سمحت أنا أقول يعني. ترى هو قاعد يقول كلام وأنت تجي من دفع. رجح ما فيه. أنا يا حبيبي. يا حبيبي. إبراهيم اسمعني. ما بلازم. فايز حبيبي. الآن. المسألة أنت تقول رديت عليه، أنت ما رديت عليه، تجي الرجل طرح وجهة نظرة كاملة، المفترض أنك ترد عليه بوجهة نظر أو تقيم حجتك، لأن الناس تتابع وإحنا نتابع وهذا إرشيف، بس ما لك دخل. إيش السالفة دي يا أخي؟ بعض المداخلات والله ما لك دخل. الرجل يا خلاص والله العظيم لا، بعض المداخلات رأيها. صل على النبي. أبغى أعلمك شيء، القاعدة تقول أن الفكر مشاع، وأي شيء تطرحه للناس ما دامك تصدرت قابل للنقاش، ولا لك حق تقول لأحد أنت أي كائن من كان، ما دامك طلعت على الشاشه او على شاشه الجوال او على اي منصه من منصات التواصل الاجتماعي وعرضت عقلك على الناس، ما لك حق تقول لا احد يتدخل فيني. لا، الجميع بيطرح وجهه نظره. انا ما اذا كنت انت ما تبي احد يتدخل فيك استاذ فايز، يلي ما تبي احد يتدخل فيك الله يعافيك، لا تطرح وجهه نظرك على العامه. انا ما طرحت اني انا رجال نجي واقول وجهه نظري للمسلمين واقول لا احد يتدخل، لا مو على كيفك. وجودك على الشاشه شوف الرجال دائما متسابق معي، صح ولا لا؟ فايز اسمع، فايز ادم ركز معي، متسابق معي. دي لا اسمعني، وعشان توصل الفكره متسابق معي. بما انك دخلت في يوم من الايام قلت دخلت في شيء من شؤونه وتكلمت، ما بقيت ادخل، تحدثت، ما حد جابيتكم وصورك واقتحم عليك او سرقك، هذا الشيء خاص فيك، شأن وعالم خاص فيك. إذا أنت موجود في القناة وطرحت وجهة نظر في أي موضوع، لكل البشرية لهم الحق التحدث. أنت طيب الآن على كل أفراد الرادار، ما هو بالمتسابق. كل يعني دقيقة. هل بتكمم مثلاً أفواه اللي بيتكلموا مثلاً في الهاشتاج؟ في الهاشتاج أنا ما علي برا. أنا ما علي برا. اللي بيعلق. ولكن اللي لكن أنا أتكلم عن المتسابقين اللي هنا. المتسابق اللي يبغى يشارك بس يبغى يشارك، يبغى له رأي يدور المجلس. يعني الواحد المفروض انه يسكت. انت لك راي ولا ما لك راي؟ انا لي راي في نفسي ولي راي في عمري وفي المحور اللي جبتوه لي بس، ولا ماني بتدخل في محاور الشباب. طيب يا حبيبي، كلن جبتوا له مقطع وكلن جبتوا له شيء، ما تدخل بين الخطاب. عمر بن الخطاب يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، والحر يقول ما يشاء في اي وقت يشاء، ما دام لم يخدش حياء احد ولم يسيء لاحد. هما دمنها بيقول كل شيء خطر على باله، فاحنا في الحر يقابل الحر. ابد تفضل قابل. لا تفضل رد عليه. باقي في راسك شيء يا ابراهيم عوض؟ ما في شيء. تبغى شيء؟ هو سال ابراهيم عوض خلاص اقصاه. طيب. قال لك باقي دخل. لا 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 لا, لا لا دقيقه. لا ابو محمد سم. هو سال بدايه الحلقه ارجع تدخل ريان، تدخلت انا، تدخل فيصل حازم، تدخل سلطان، فكان الحوار كان نقاش حبي وودي. أنا ما تطرقت ولا أسقط عليك ولا أسقط على سلطان، أنا قاعد أقول لهم يعني نهاية البرنامج وبداية الحلقة طلبت من الأستاذ فهد إن أصل المحاور ما نبغاها. ليه ما نبغاها؟ إلا نبغاها. ما لا هاته وخله يجيب اللي عنده. لذلك شوف في مثل يقول الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح. أنت الآن وجهة النظر ما تقبلتها وهي وجهة نظر إيجابية وليس سلبية. وليس سلبية يعني بولك. انا يا فايز فايز انا ترى عيونكم في الالماء احنا الان في مجلس انا ما اخذ اذن اني اتكلم ولا الرجل سمح شكرا الرجل سمح بالحديث إبراهيم. فانا اتكلم بما اشاء إبراهيم. صح وانت تتكلم بما تشاء صح وكل الرجال اللي موجوده تتكلم بما تشاء محور خاص لذلك فيني شوف محور خاص فيني محور خاص فيني صل على النبي ابراهيم عواد ما سمحت لك تتدخل يا ابراهيم وقف ولا انت صاحب راي ولا مكان ولا الان من الحر يواجه الحر رجعنا في مالك دخل فيني ومالك دخل في محوري عطونا يا اخوان مقطع رقم 6 لنرى فايز كيف يتحدث في العاده على حد زعم الاخ سلطان ثقل تفضل